يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وأهم ما فيها إنه وصل وصل وصل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كريم. الدنيا كلها سألت عليك الفترة اللي فاتت. الحمد لله رب العالمين. يعني أولاً صباح الفل عليك، وحشتني جداً بجد. البرنامج وحشني، والناس اللي في الاستوديو الزملاء وحشوني، والاستوديو والعجوزة وكل حاجة وحشتني بصراحة. الحمد لله هي يعني تجربة بصراحة صعبة. ملخصها إيه بقى؟ هقول لك على حاجة طبعا. كل على حضراتكم جميعا، وسعيده اكيد ان انا رجعت مره تانية ومتشرفه جدا. وعايزه بس قبل ما احكي لك عن التجربه اشكر كل بني ادم يعني سال عني ودعالي يعرفني او ما يعرفنيش. بجد يا كريم والله العظيم لو دخلت على السوشيال ميديا وتحديدا تويتر وشفت كم الدعوات اللي الناس كانت بعتها لي، وناس ما تعرفكش مجرد ان هي بتحبك عشان انت بتظهر على الشاشه، فدي حاجه كبيره قوي. فتحس ان انت عيله زي ما انا قلت قبل كده، احنا عيله واحده. فناس بتدعي لك والناس خايفه عليك والناس بتقول لك كلام جميل في وقت مرضك، في وقت شدتك. الناس دي لما بتقف جنبك حاجة يعني بجد بتفرق كتير جدا. انا بشكر حضراتكم على راسي كل كلمه، يعني كلمه حلوه، كل دعاء بجد وصل لي، كتر خيركم. ويا رب دايما كده نكون مع بعض، ويا رب دايما نكون كمان يعني للاحسن، وبنقدم كمان لحضراتكم انا وكريم واسره البرنامج كله كل حاجه محترمه وجديده في هذا البرنامج اللي احنا حريصين اكيد انه يقدم شيء يليق بقناه الاهلي والنادي الاهلي وبحضراتكم. الحمد لله على السلامه، ونورت المنطقه بالكامل مش مجرد الاستوديو. احكي لنا بقى حصل معاك ايه. بص، اولا انا احكي لك سريعا جدا، لان ده ممكن يكون او الاعراض اللي جات لي عند ناس كتير وهي مش عارفه ان عندها كورونا. انا يوم الاربعاء تحديدا اللي هو اخر اسبوع كان معايا هنا، انا كنت بقول لكريم في الفاصل لو انت فاكر، بقول له انا مش حاسه بطعم النسكافيه يا كريم، تفتكر كورونا؟ بهزر. وطبعا خدنا الموضوع بشكل يعني ان احنا لا طبعا، وازاي؟ قال لي يمكن البنت مش حاطه سكر. لا، ولكن فعلا كانت اعراض الكورونا اللي هي ان انا فقدت حاسه الشم ولا التذوق. حاسه الشم والتذوق راحوا تماما، وده اللي خلاني اقلق. فاهلي قالوا لي لا لازم نعمل كده تحليل، رحت وعملت التحليل. التحليل طلع برضو كويس. رحت كشفت عند دكتور في المستشفى، قال لي لا الاعراض دي لما بتيجي مره واحده بتبقى كورونا. فقال لي لازم نمشي على البروتوكول. بس ما بانتش في التحليل، ما بانتش في تحليل الدم. يعني الاعراض عندك وقويه، بس انا عايز اقول لك بقى على حاجه تانية. في ناس بتعمل بي سي ار وما بيظهرش ان هم كورونا في البي سي ار. فعشان كده ده اللي انا عايز اقوله، الاعراض اللي هي متعارف عليها واللي وزاره الصحه تحدثت بشانها لازم نخلي بالنا منها. حتى لو نتيجه التحليل بتاعك طلعت سلبيه، خلي بالك لو فقدت حاسه الشم وتذوق زي فجاه، ده ما بيبقاش برد، لان البرد ما بيجيش بهذا الشكل. بعد كده بقى الاعراض ابتدت تزيد شويه، لو كنت بعمل اي مجهود كنت بتعب شويه او قبل ما تنام تحس جسمك متكسر. بس الحمد لله عدت على خير، فيعني تجربه وكان لابد منها وخلاص الحمد لله. عندي فضول اسالك على التفصيله بتاعت فقدان حاسه الشم والتذوق، لان فكره ان انت قاعده ايام لا عندك قدره ان انت تشمي حاجه ولا تتذوقي حاجه، عامله ازاي التفصيله دي لوحدها بعيدا عن بقيه الاعراض؟ بص بقى كريم، دي هتوديك لحاجه بجد والله العظيم تقول احنا عندنا نعم ربنا مديها لنا. وانا والله العظيم ما ببالغ، انا بتكلم من قلبي. حاسه التذوق حتى لوحدها او الشم دي نعمه، يعني دي نعمه ربنا مديها لنا. لما بتفقدها بتحس بقيمتها. يعني عارف يعني ايه تاكل وتشرب حاجه انت مش حاسس باي طعم، مش شامم حاجه؟ فدي صعبه. فده او الدرس اللي انا خرجت بيه، اولا ان الصحه دي اهم حاجه في العالم، تاني حاجه ان ربنا بيسترها معانا جدا، ثالث حاجه ان الصحه لا يستهان بيها. يعني انا كنت من الناس اللي عادي ويلا ونروح بخلي بالي، بس لا خلوا بالكم جدا بجد. يعني تجربه مش حلوه، ومش حلو ان الواحد يبقى عنده نعمه وتروح. الحمد لله ان هي رجعت تاني، بس على فكره تدريجيا برضو، الشم مش هيرجع مره واحده. بس اوفرول الحمد لله قوي، الحمد لله. ده فضل وعدل اللي انت زي كنا بنتكلم في القصه. ربنا يشفي الجميع يا رب ويسلم كل الناس. وعايز اقول لحضراتكم بقى، انا وكريم بمناسبه الحديث عن الكورونا، الارقام الاخيره عن الكوفيد، خلينا نروح للحالات الجديده بس. 613 حاله يا كريم جديده عندنا، الوفيات 31. بنتكلم مع عدد بقى الحالات اللي هي يعني خلاص حصل لها الشفاء 201739، واجمالي كده عدد المصابين لو هنتكلم في مصر 273795، اجمالي عدد الوفيات 15654. الموضوع مش سهل. لا طبعا، الموضوع لا فعلا طبعا. لازم كلنا ناخد بالنا منه، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عودوا لاحمد ونرجع ونقول زي ما كنت بقول لك قبل كده، الحمد لله قوي ان جت على قد كده، لان في ناس كتير جات لها كورونا
وشاف البهدلات ربنا يعفو عنه. انا عايز اشكرك كريم، كان من الناس بتسال عني كل يوم، لا شكر على الخطيب، ناس كتير جدا بتسال عني كل يوم، زملاء هنا معانا بيسالوا عني على طول زي ما كنت بقول لحضراتكم، ناس ما تعرفنيش كانت بتسال عني وتدعي لي كل يوم. بجد انا بشكر حضراتكم من قلبي، شكرا جدا فعلا. طيب بعد ما رحبنا بنهواند اللي نورت الاستوديو مره ثانيه، ندخل بقى مع حضراتكم في تفاصيل حلقتنا النهارده. كالعاده في الجزء الاول هيكون عندنا مجموعه كبيره من الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، واكيد هنتك قوي على اخبار النادي الاهلي بما انها ايام بسيطه جدا اللي بتوصلنا، يعني عن مباراه منتظره ومرتقبه ومتوقع ان هي تكون قويه جدا، مباراه الذهاب في رادس ما بين الاهلي والترجي التونسي. وطبعا هنتكلم بقى عن فروع النادي الاهلي المختلفه، اخبار الصحافه الرياضيه في مصر واقليميا وعالميا الدنيا عامله ازاي. وفي الجزء الاخير من حلقه النهارده هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هتكون عن التغذيه والرجيم مع الدكتوره ريهام صفوت خبيره التغذيه، وتاني الفقرات هيكون مع كابتن احمد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي السابق. فان شاء الله حضراتكم تابعونا كده تجدوا ما يسركم باذن الله. خلينا بقى نروح، لان امبارح كان في اجتماع مثمر جدا لمجلس امناء قناه الاهلي، وتقال فيه كلام في غايه الاحترام، كان في يعني حضور من ناس كتيره جدا وشخصيات في غايه الاهميه والاحترام. الاجتماع ده كان مثمر ومهم ليه؟ لانه اجتماع مشترك بين النادي الاهلي وشركه استادات، والحقيقه خليني اقول لحضراتكم يعني هي شراكه في غايه الاهميه. والاجتماع ده حضره كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم شايفين رئيس النادي، الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، الاستاذ محمد يوسف رئيس شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، الاستاذ حامد عز الدين الكاتب الصحفي الكبير طبعا، واحد مستشاري النادي الاعلاميين. ده من جانب النادي. من بقى جانب شركه استادات يا كريم، كان حاضر المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه، وكابتن اسلام الشاطر رئيس شركه لايف، الاستاذ ايهاب الخطيب رئيس القناه، الاستاذ دندراوي الهواري، اصلا عايز اقول لك استاذ دندراوي كان ضيف زمان كتير، كان دائم في برنامج صباحي كان على قناه ام تي في، كان بيجي لنا على طول صباح علينا. دندراوي الهواري المستشار طبعا الاعلامي شركه استادات، وكانت حاضره ايضا خليني اقول لحضراتكم دكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ هشام جمال عضو مجلس الامناء، والاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي. طيب الاجتماع شهد ايه؟ الاجتماع شهد نقاشات موسعه، ترتيبات كبيره جدا لمفاجات بقى هيتم الكشف عنها قريبا، عشان حضراتكم اكيد تشوفوا شاشه الاهلي في المستوى اللي بيليق بالنادي الاهلي وجمهوره العظيم. ولو نفتكر اول يوم في افتتاح القناه كريم، احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا احنا من اصغر واحد لاكبر واحد في القناه يعني حريص جدا ان هو يقدم محتوى يليق بقناه الاهلي والنادي الاهلي، وايضا يليق اكيد بحضراتكم. فباذن الله ربنا يقدرنا، وزي ما احنا بنقول كده الفتره اللي جايه هيبقى فيها مفاجآت يعني في غايه الاهميه، وحاجات محترمه جدا هتقدم ان شاء الله على شاشه قناه الاهلي. طبعا اجتماع يعني بهذه الكيفيه وبهذا الحضور وبكواليتي الحاضرين، ده معناه ان فعلا كل القائمين على قناه الاهلي مهتمين جدا 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 ان هم يقدموا لحضراتكم محتوى محترم. الحقيقه اداره القناه بقى لها فتره شغاله على محتوى قوي يعجب حضراتكم، ويمكن من كام يوم كلنا شاهدنا مع بعض يعني انطلاق برنامج المجري لكابتن مصطفى عبده، واول حلقه كانت اكثر من ممتازه الحقيقه، كانت حلقه تاريخيه بالمعنى الحرفي مع وزير دفاع الاهلي كابتن حسن حمدي، وطبعا بالاضافه لبرنامج الحريف، وقريبا ايضا برنامج البيت الكبير في شكله الجديد، ده طبعا بالاضافه الى مجموعه من البرامج الجديده الاخرى. الحقيقه كل التطورات والتطويرات اللي بتحصل في القناه يعني ابتدينا نلمسها من فتره، الكلام ده مش مؤخرا، ده من فتره طويله، وجهد كبير جدا بتبذله كل يعني بيبذله كل القائمين على الاداره خلال الشهور الاخيره. في روح تعاون واضحه جدا ما بين يعني مجلس امناء قناه الاهلي، ودي حاجه يعني بطبيعه الحال هتوصلنا في النهايه الى المزيد من النتائج المثمره اللي هتشوفوها حضراتكم على شاشه القناه في الايام القليله القادمه. عايزين نقول ان الكل بيشتغل فعلا من اجل هدف واحد، وهو هدف منطقي جدا ان احنا نرضي حضراتكم، حضراتكم تستحقوا محتوى محترم، وده كل يعني الناس اللي شغالين في قناه الاهلي حارسين عليه كل الحرص وحاطينه نصب اعينهم، وان شاء الله تشوفوا له ترجمه حقيقيه وعمليه من خلال برامج تحترم حضراتكم في الفتره الجايه ان شاء الله. كل ما هو ينتمي للاهلي طبعا. مفيش مجال ان هو يبقى رقم اثنين، لازم أكيد. يبقى رقم الاول، يعني احنا دايما رقم واحد، ودايما هنبقى حريصين ان احنا نبقى رقم واحد، سواء احنا بنمثل طبعا النادي الاهلي، النادي رقم واحد، فاحنا لازم نكون حريصين على ده. فباذن الله دايما نقدم محتوى محترم لحضراتكم. خلينا بقى نروح لنقطه ثانيه وخبر ثاني يا كريم، هو خبر يعني اكيد بنعزي فيه كابتن احمد شوبير في وفاه
وفاه شقيقه توفي بالامس طبعا كابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي وساده اعضاء مجلس الاداره يعني تقدموا بخالص العزاء والتعازي لكابتن احمد شوبير، وداعين اكيد كلنا المولى عز وجل ان هو يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وربنا يرحمه ويصبر اهله، ويعني انا لله وانا اليه راجعون. طبعا ده خبر يعني كان واجب ان احنا نعزي كابتن شوبير في شقيقه وربنا يصبرهم ان شاء الله. ندخل بقى مع حضراتكم عن اخبار النادي الاهلي. طبعا فريق الاهلي بيواصل تدريباته النهارده اكيد قبل السفر الى تونس استعدادا لمواجهه الترجي التونسي في المباراه المرتقبه اللي المفروض ان شاء الله تتلعب يوم السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال، وهيكون لنا كلام كتير اكيد على مدار الحلقه في عن هذا الامر وعن هذه المباراه وعن استعدادات السفر بالكامل. المواجهه هتكون يوم السبت الجاي على ملعب رادس في تونس، وطبعا في تحضيرات كتير جدا قبل السفر من ضمنها ان عملوا المسح الطبية اللي اعلن نتيجتها الدكتور احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، واعلن من خلالها سلبية المسحة الطبية اللي خضع ليها الفريق يوم الاحد استعدادا للسفر الى تونس، وان شاء الله موفقين باذن الرحمن. وبرده شيء هايل جدا ان احنا نعرف ان كل اللعيبة مسافرين على متن طائرة خاصة، النوع ده من الامور مهم جدا مهم جدا طبعا بيفرق يعني نقاط متعددة. خلينا بقى نروح لان برده الجدل الثار يعني فيما يختص به ايمن اشرف تحديدا، طيب هو هيشارك ولا مش هيشارك مع الترجي، طيب الوضع ازاي؟ لا خليني اقول لحضراتكم يعني احنا بنتكلم هنا في سياق بقى مباراه الاهلي والترجي. امبارح خبر في خطاب وصل للنادي الاهلي من الاتحاد الافريقي الكاف بياكد فيه بقى احقيه ايمن اشرف لاعب الفريق في المشاركه هنا في المباراه مباراه الترجي اللي هتكون يوم السبت القادم ان شاء الله في تونس. الخطاب ده جه ليه؟ جه رد على خطاب النادي الاهلي استفسر النادي الاهلي بعت استفسر فيه عن الانذار اللي كان حصل عليه ايمن اشرف في السوبر الافريقي امام نهضه بركان المغربي، ويعني زي ما احنا فاكرين دي المباراه اللي اقيمت يوم 28 كان مايو الماضي. طيب هل الانذار ده هنا السؤال بقى هيضاف الى رصيده من الانذارات وهيؤثر على مشاركه اللاعب في مباراه الترجي ولا لا؟ الاجابه كانت ان السوبر الافريقي بطوله منفصله ومش هتاثر على انذارات بطوله دوري ابطال افريقيا، وبالتالي الكونكلوجن او النتيجه النهائيه ان ايمن اشرف هيشارك في مباراة الترجي، واعتقد ده يعني خبر كويس جدا او ايجابي جدا. طب زي ما حضراتكم عارفين احنا بنتابع معاكم تقريبا يوميا واولا باول كل المستجدات المتعلقه باي فرع من فروع النادي الاهلي. امبارح لو حضراتكم تفتكروا لو تابعتوا حلقتنا يعني قدمنا لكم مشاهد كده كانت على الهواء مباشره من جوله الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، جولته التفقديه لفرع الاهلي بالشيخ زايد عشان يشوف الدنيا ماشيه ازاي هناك، اعمال التطوير. طبعا كالعاده في اهتمام فظيع بان كل الاعضاء وكل رواد النادي الاهلي في اي فرع من فروعه لما يروحوا الفرع اللي هم قريبين منه كل حاجه بيحلموا بيها باختصار شديد تكون موجوده ومتحققه. وكابتن محمود الخطيب الحقيقه كان حريص جدا على ان هو يتفقد وبنفسه التطويرات وصلت لفين في فرع الشيخ زايد. شفنا معاكم المشاهد دي على الهواء مباشره بالامس، ولكن دلوقتي هنشوف معاكم من خلال هذا التقرير تفاصيل اكتر بكثير عن هذه الجوله التفقديه. اتفضل.
احنا واقفين في منطقه فيها مجمع الصالات. المكان ده بيضم ثلاث صالات، صاله الجمباز ومجمع ملاعب سكواش، تمام ملاعب سكواش ملحق بكل خدمات، كل صاله بذاتها مختصه بحالها، فيها كل خدماتها، غرف على ملابس، التويلت، كل حياتها بالمكاتب الاداريه، كل حاجه. ملاعب السكواش هما تمام ملاعب، بس فيها اضافه فيها صاله تنس طاوله في الجزء بتاع البيز من تحت، في طاوله دوره، دي برضو اضافه للمكان، لان اهل الشيخ زايد محتاجين مكان لتنس طاوله. الجزء اللي على الشمال ده صاله كاراتيه، ست بوصات كامل بكل ملحقاته، بغرف على الملابس، بالتويلتس، بالمكاتب الاداريه. مجلس الكابتن محمود النهارده شرفنا بالزياره اعضاء مجلس اداره، كان بقى لنا فتره ما جاش، وهو حاسس ان الدنيا متاخره شويه فجاي بيدينا دفعه. احنا اتاخرنا شويه حبه معوقات ما في الاعمال البنيه التحتيه وخصوصا اعمال الكهرباء، احنا لسه واخدين موافقه دخول الكهرباء الاسبوع السابق، وده اللي احنا اشتغلنا عليه. والكابتن طبعا جه وتلف، فطبعا هو عايز يخلص وعايز يفتح بسرعه باسرع وقت، لان بقى مطلب فعلا المكان ده لاعضاء شيخ زايد هو اضافه للمكان. احنا لو جينا قلنا المرحله اللي احنا شغالين فيها حاليا مع المبنى الاجتماعي مع الملاعب هم 29 فدان تقريبا، نفس المرحله الاولى اللي اتنفذت في الفتره السابقه. فالمكان كبير، هو ظاهره باين صغير لكن مشروع كبير وعملاق واضافه لاهل الشيخ زايد. كابتن محمود دخل اوضه اوضه مكان مكان وتاكد الدنيا في اي معوقات في اي مشاكل. احنا الحمد لله كل الخامات كل حاجتنا موجوده تركب، ما عندناش اي حاجه مستنيين استيرادها، كل التكييفات كلها جت بالكامل. ملاعب السكواش لو دخلت صورت جوه هتلاقي ملاعب اللي هي مستورده اللي هي معتمده الاتحاد الدولي بدات تركب. الامور الحمد لله بدات تتحط في نطاق محدد وواضح للكل، وانا متوقع ان شاء الله باذن الله احنا نفتح في الفتره من 15/8/9 يكون المكان ده بالكامل بفرشه، باماكن جلوس الاعضاء، بالشماسي الخدميه للاعضاء للشيخ زايد، بفرش المكاتب، كل حاجه الحمد لله مجلس الاداره وافق عليها الجلسه امبارح، فخلاص ما عادش عندنا اي حاجه تمنع ان احنا ان شاء الله نخلص في الميعاد ده، وان شاء الله نخلص فيه رغم ان جاي في عيد اضحى، بس لا احنا واخدين التحدي مع الشركه وان شاء الله نخلص الميعاد ده باذن الله. كابتن محمود طلب اضافه مساحه جديده لمساحه الجيم الحاليه، الدور اللي فوق طلب مني اقدم تصور جلسه مجلس اداره الاثنين القادم، هقدمه ان شاء الله لو توافق عليه، وده حقيقة مجرد تقفيل خفيف مش محتاج اي تراخيص او حاجه، هنشتغل فيه فورا بعد اعتماد مجلس اداره. طلب المبنى الاجتماعي الحالي نعمل زي نوع من ايه رفع كفاءته الخارجيه، وطلب ان ده تكون جاهز مع افتتاح المكان. بص الموضوع كل شويه بيكبروا سنه بسنه شويه، بس احنا ايه احنا ملتزمين وان شاء الله نخلص في ميعادنا ان شاء الله باذن الله. فالحمد لله الامور كابتن اطمئن على سير العمل في الشيخ زايد. في جزء طبعا التاني شغالين فيه، يمكن مش عارف تصورت هناك الملاعب الاثنين، ملعب كره قدم نجيله صناعي، المبنى الاجتماعي ده شغالين برده فيه مع اماكن انذار سيارات. بص الموضوع يعني كبير شويه، بس الحمد لله المجلس الاهلي قادر انه يخلصه في التوقيت بتاعه ان شاء الله باذن الله. واحنا بنتفرج على التقرير ده انا وكريم كنا بنتكلم وقت البرومو تقريبا شهر 7 اللي فات، اول 7/2020 كنا رحنا عشان نصور البرومو في فرع الشيخ زايد، وكان وقتها النادي لسه ما فيهوش يعني كان جزء صغير اصلا من المساحه المتوفره، ولسه كانت الانشاءات ايه بتتعامل اللي زي ما بتقال اندر كونستراكشن، ورغم ان ده النادي كان جميل جدا. دلوقتي بقى لما تروح تشوف وتعاين التطور اللي حصل وفي شهور بنقول احنا لسه ما قفلناش سنه، فده شيء محترم جدا. فكره كمان ان يعني رئيس النادي رايح ان هو يتشك او ان هو يروح في جوله تفقديه ويتابع بنفسه، حريص ان هو يكون متواجد يتابع الاعمال هناك ووصل لفين كمان يعني التشييد وغيره، دي اعتقد نقطه برضو او رسائل مهمه جدا. فيعني انا سعيده طبعا ان احنا نشوف الفروع بتاعتنا المختلفه بهذا الشكل، ولسه في كمان كتير جدا، ولسه في فروع جايه ان شاء الله، فيعني مزيد ومزيد من التالق يا اهلي باذن الله. لا والجزء الصغير اللي انت بتتكلمي عليه ده ايه حضراتكم تجيبوش اخره يعني تربحوا فيه يرمح فيه اللي احنا كنا فيه صح. بسم الله ما شاء الله، لا مساحه شاسعه حقيقي يعني، لا فرع متميز جدا كعاده النادي الاهلي، بس ما فيش فرع نفس الفرع كويس كله زي الفل. نروح بقى ان احنا اكيد بما ان احنا جزء من برنامجنا هو النوستالجيا، ومش بس النوستالجيا اللي هو حدث في مثل هذا اليوم يعني، واحنا النهارده بنتكلم ان في حدث كبير جدا النهارده 15 يونيو، بس لو رجعنا 92 مولد شخص يعني ايقونه، خلينا نقول مولد رياضي كل العالم بيتهيألي مش بس المصريين بيحبوه جدا، محمد صلاح او مو صلاح اتولد النهارده
بس سنه 92، واحنا اكيد كلنا بنحتفل بعيد ميلاده. مهاجم فريق ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر اللي مشرفنا، عنده دلوقتي 29 سنه، هو زي ما كنت بقول لحضراتكم مواليد 92. وهو لو نرجع بقى كده شويه للروتس بتاعته او الاصل بتاعه، هو ابن قريه نجريج التابعه لمدينه بسيون في محافظه الغربيه، ومشواره الكروي كان بدايته في بسيون وطنطا، وانضم كناشئ بعد كده في نادي المقاولون العرب، ده كان 2006. خاض اول مباراه ليه في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو تحديدا 2010. وهناك خليني اقول لحضراتك، او ابتدى يتلاحظ عليه ان مسيرته سريعه جدا، وخصوصا بنتكلم نحو الاحتراف. في 2012 تحديدا تم تعاقده مع نادي بازل السويسري، دي كانت في صفقه يعني محترمه جدا، بلغت وقتها 2 مليون يورو، عشان يبدا بقى بعدها رحله التالق في مشواره الاحترافي. وبعد كده جات لي عروض كتيره جدا طبعا زي ما احنا تابعنا، من تشيلسي لليفربول، فاستقر بعد كده في تشيلسي، وبعدين خرج بعدها اعاره نادي فيورنتينا الايطالي، وبعدها نادي روما الايطالي. 2017 بقى تعاقد ليفربول الانجليزي مع صلاح مقابل 42 مليون يورو. وخلال مسيرته حصد يعني صلاح كتير من الجوائز الفرديه الكبرى في اوروبا وفي العالم. تاني هرجع اقول اللي مشرفنا اكيد يعني على المستوى الدولي. كل سنه وانت طيب يا مو، ويا رب كده مزيد ومزيد من التالق. محمد صلاح لاعب استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وسفير لمصر وللمصريين ولكره القدم المصريه في العالم كله، دي ما فيهاش اي مبالغه باي حال من الاحوال. احنا بنتكلم على شخص حقيقي مكافح، ابتدى يمكن من تحت الصفر بمقاييس يعني ناس كتير مهتمه ومعنيه بعالم كره القدم، حقق العديد من الانجازات المشرفه، منها لقب دوري ابطال اوروبا النسخه الماضيه مع فريق ليفربول كاول لاعب مصري على الاطلاق في التاريخ يحقق هذا الانجاز. اما افضل انجاز فردي فهو الفوز بالكره الذهبيه الافريقيه مرتين على التوالي سنه 2017 ثم 2018، كمان حصل على الترتيب السادس ثم الخامس في جائزه الكره الذهبيه خلال عامي 2018 و2019. اصبح صلاح هو اول لاعب في التاريخ يسجل 32 هدف في موسم واحد في الدوري الانجليزي، الكلام ده كان في موسم 2017. وانهى صلاح الموسم الماضي مع ليفربول محتلا المركز الثالث في الدوري الانجليزي، سجل 31 هدف. وبشكل عام محمد صلاح لعب مع ليفربول 203 مباراه في كل المسابقات المختلفه، ساهم في صناعه 172 هدف لصالح الريدز، وطبعا سجل منفردا مع ليفربول 125 هدف. فاحنا لما بنقول لحضراتكم ان هو لاعب استثنائي، دي فعلا ما فيهاش اي مبالغه باي حال من الاحوال. كل سنه وانت طيب يا مو، وعقبال مليون سنه، وربنا يسعد لك ايامك، والمزيد من الاهداف والمزيد من تسطير يعني كتاب التاريخ من اول وجديد بمعرفه شاب مصري مكافح ومشرف لكل المصريين. صحيح، انت عارف بقى القصص اللي زي كده كمان بنحب ان احنا ناخدها ونتعلم منها. يعني احنا لو هنروح لمحمد صلاح هذا المصري الرياضي اللي هنقول برضو ايه، كان في البدايه يعني بدايه متواضعه، ولكن قدر ان هو يصل لاعلى المراتب ويحترف في اكبر النوادي الرياضيه في العالم، نادي يعني كره القدم. نتكلم كمان لو بصينا للارقام، 2012 نادي بازل السويسري كان التعاقد معاه 2 مليون يورو، بعد كام سنه 2017 42 مليون يورو. فالقصه في ايه؟ القصه ان احنا لما بنيجي نبص ونروح للتفاصيل نتعلم ان طالما انت عندك حلم وعندك اصرار وواثق ان انت تقدر تحقق حلمك وتصل ليه، ما تخليش اي حاجه توقفك مهما كانت. على فكره، فكره ان برضو الاوبستكلز او اللي هي الحاجات اللي بتقف في طريق العقبات اللي بتقف في طريق البني ادم دي بتحلي بعد كده الرحله لما بتوصل لهدفك. فاحنا لازم مش بس ناخد يعني القصص دي او التجارب دي او الشخصيات دي ان احنا بنحبها وخلاص، لا، احنا لازم نتعلم منها. فحاجه مشرفه جدا، ويا رب مزيد من التالق لكل مصري بيرفع اسم مصر في الخارج. شخصيه ملهمه بالمع يعني بكل معاني الكلمه. والحقيقه ان محمد صلاح من العناصر الاساسيه جدا اللي خلت كتير قوي من اولياء الامور عايزين ولادهم يلعبوا كوره، حتى لو هم مش بيعرفوا يعملوش فيها، بس لا يلعب كوره عشان حاطين هدف قدامهم. محمد صلاح ان هو قصه كفاح ونجاح. صح. والحقيقه النموذج بتاع محمد صلاح ده بيثبت بالفعل ان كل مجتهد النصيب. فكل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. نروح بقى للطقس زي ما احنا متعودين في 10 الصبح في الاهلي، نتابع كده ونرجع نكمل.
شاق جدا. هنفضل نقول كده لغايه لما الشتاء يجي. يا مسهل الحال. ولغايه لما الشتاء يجي انا شايف ان احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده الى 10 الصبح في الاهلي، وتعالوا بقى نتعرف مع بعض على اخر الاخبار واخر المستجدات الموجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره من خلال لقائنا مع زميلتنا ومرسلتنا العزيزه مريم سميح. مريم صباح الفل عليكي، اخبارك ايه وجو عندك عامل ايه؟ حر وفرهده ولا الدنيا لذيذه؟ يا صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل عليك يا نهاوند، نورتي. حمد لله على سلامتك والف حمد لله على السلامه. يا رب تكوني بقيتي كويسه. الحمد لله. تسلم يا مريم. صباح الفل عليك وصباح الفل على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن يا كريم طبعا يعني فعلا الجو حار ومتوقع ليه ان هو كمان يشتد حرارته خلال الساعات المقبله، ولكن خلينا طبعا النهارده يعني احنا حاضرين شاشه قناه النادي الاهلي التمرين الاخير داخل ملعب مختار التتش من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والتمرين الاخير قبل السفر. خلاص يعني ساعات قليله بتفصل الفريق الاول كره القدم بالنادي الاهلي للسفر لتونس لطبعا ملاقاه الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني التجمع للفريق كان في تمام الساعه 9 صباحا، يمكن في لعيبه جت مبكرا حتى عن التجمع قبل الساعه 9 صباحا، ابرزهم كان محمد هاني، كمان قفشة، محمد شريف وكوكا، كل دول كانوا متواجدين في الصباح الباكر. تم التجمع في تمام الساعة 9 صباحا، التمرين بدأ في تمام الساعة 10 صباحا، ولكن قبل التمرين كان في محاضرة مطولة لمستر بيتسو موسيماني مع اللعيبة، يعني يمكن اتكلم معاهم في جزء كبير جدا انه المباراة مباراة صعبة محتاجة تركيز كبير جدا، وده اللي هيركزوا فيه النهاردة في تمرين النهاردة ان شاء الله. كمان مستر بيتسو موسيماني قبل التمرين مباشرة كمان اجتمع مع الجهاز المعاون، الجهاز الفني المعاون ليه، كمان كان ليه حديث معاهم يمكن برضو في التركيز على تمرين النهاردة. عايزين نتكلم يعني كمان شوية على انه هو عقب انتهاء التمرين النهاردة هيكون في تحرك للفريق مباشرة يعني حوالي الساعة 12 ونصف ظهرا او الواحدة ظهرا على طول على مطار القاهرة الدولي. كمان ده هيكون علشان يعني يلحقوا بالطيارة على متن طائرة خاصة هتتحرك في تمام الساعة 4 عصرا متجهة إلى تونس. كمان النهاردة يعني يمكن في شوية مواقف للعيبة هنتكلم عنها، كان لينا حديث قبل الهواء مباشرة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، يمكن اتكلم أنه الحمد لله كل عناصر الفريق هتشارك أو مسافرين باستثناء طبعا 4 من اللاعبين بسبب يعني اختلاف مواقفهم الطبية والإصابات، هم محمد هاني، محمود متولي، محمد محمود، وكمان كريم نيفيد، هم دول الوحيدين اللي مش مسافرين مع بعثة النادي الأهلي. أما باستثناء هذا كل اللاعبين إن شاء الله هيشاركوا في البعثة. كمان وليد سليمان قبل بدء التمرين مباشرة خضع يعني الفحص طبي علشان للاطمئنان على الإصابة الخاصة بيه، والحمد لله زي ما أنتم شايفين ورانا يمكن وليد سليمان بيشارك في التمرينات الجماعية بشكل مطمئن، والحمد لله أن الفحص الطبي جاء بشكل مطمئن. كمان يعني خبر صار لكل جمهور النادي الاهلي برضو دكتور احمد ابو عبله قال لنا او صرح لنا بيه قبل الهوا، والحمد لله زي ما احنا شايفين ورانا قفشه لليوم الاول بيشارك في التدريبات الجماعيه، ده طبعا بعد الفتره اللي فاتت او بعد فتره اصابته. الحقيقه ان هو كان بيخضع منفردا ليعني برنامج استشفائي وعلاجي، والحمد لله فعلا هو النهارده لليوم الاول بيشارك في التمرينات الجماعيه ان شاء الله عشان يكون جاهز يعني للمشاركه او نسبه المشاركه في مباراه الترجي. عايزين نقول ان قفشه بصراحه الحقيقه يعني كان بيسابق الزمن، عمل مجهود كبير جدا جدا مع دكتور احمد ابو عبله ومع كل الجهاز المعاون للفريق الطبي ان هو يكون جاهز. قفشه بصراحه كان عنده استعداد كبير جدا ان هو يكون موجود، وده فعلا اللي حصل النهارده، هو بيشارك في التمرين الاخير قبل التوجه لتونس. كمان عايزين نتكلم طبعا يعني زي ما انتم قلتوا ان ايمن اشرف عنصر مهم جدا في الفريق اصبح جاهز للمشاركه في مباراه الترجي، ده طبعا بعد خطاب الكاف اللي تلقاه، طبعا بعد يعني الاستفسار اللي بعته النادي الاهلي للانذار اللي حصل عليه ايمن اشرف في مباراه السوبر الافريقي امام نهضه بركان. ولكن الحقيقه ان الكاف قال ان دي بطوله ودي بطوله، والحمد لله ايمن اشرف هيكون جاهز للمشاركه في المباراه. طبعا زي ما احنا عارفين يعني ان هو
عنصر مهم جدا في الفريق. ثلاث لاعبين هيكونوا في انتظار بعثه الفريق في تونس ان شاء الله، هم علي معلول، اليو دانج، ووالتر بواليا، كمان لان هم متواجدين في تونس بسبب ارتباطهم بالاجنده الدوليه مع منتخبات بلادهم تونس ومالي وكمان الكونغو. عايزين كمان نقول سلبيه المسحه الخاصه بالفريق اللي خضعوا ليها قبل السفر، وهي المسحه الاخيره اللي خضعوا ليها قبل السفر، الحمد لله سلبيه كل يعني اللعيبه والجهاز الفني وكل الجهاز معاون. كمان عايزين نتكلم النهارده في مشاركه مهمه جدا الحقيقه لكل لعيبه الاهلي اللي كانوا موجودين في المنتخب الاولمبي، موجودين برضو يعني خلفنا في التدريبات النهارده، انضموا النهارده يعني صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، كمان ناصر ماهر، واكرم توفيق، واحمد رمضان باكهم للمشاركه بعد مشاركتهم مع المنتخب الاولمبي. هيسافروا ان شاء الله مع البعثه، وكمان يعني في حال تاهل المارد الأحمر إلى النهائي هيتم استبعادهم من المنتخب الأولمبي. عايزين برضو في نهاية يعني النهاردة جولتنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عايزين نتكلم طبعا عن الماسترز، رجال الأهلي الفريق الأول حقق فوز مهم جدا طبعا أمس الاثنين على الترسانة في مباراة ربع نهائي كاس مصر. الحقيقة كانت مباراة قوية جدا ما بين الفريقين، ولكن كالعادة الماسترز قدروا أن هم يعني يحسموا اللقاء والتأهل نصف نهائي كاس مصر، ده طبعا بعد حصولهم على الدوري. الحقيقة الماسترز يعني عمرهم ما خذلونا أبدا. كمان امبارح المباراة أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، ويعني كابتن ميدو مصلحي الحقيقة صرح لنا امبارح إنه النهاردة هم خلاص مسافرين الإسماعيلية لملاقات الاتحاد في المباراة، وإن شاء الله يقدروا إن هم يتأهلوا إن شاء الله للنهائي. هتكون يعني المباراة في تمام الساعة 4 عصر يوم الخميس المقبل، وهي نصف نهائي كاس مصر، هتقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. دي كانت كل أخبارنا هنا، وكمان أخبار تمرين الفريق الأول، التمرين الأخيرة قبل التوجه لتونس. إن شاء الله يعني بنتمنالهم كل خير، وإن شاء الله يكون الفوز هو حليفهم. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. إحنا بنشكر جزيل الشكر يا مريم، نورتينا وصباح الفل عليكي، وأخبار مطمئنة. لا أخبار جميلة وأداء رائع يعني، برافو عليك يا ماري بجد، يعني المراسلين الشاطرين جدا جدا، واخبارك حلوه بجد يعني. الحمد لله احنا اطمننا زي ما انت قلت على اللعيبه، خصوصا قفشه احنا بنتفق معاكي، هو عنصر اساسي وهو شخص ملتزم جدا يعني، رياضي فعلا ملتزم جدا، وده يعني الجميع بيشهد ليه. فبالتوفيق يا رب دايما للفريق، وكمان المنتخب الاولمبي اللي شرفنا، كل التوفيق ليهم يا رب. شكرا ليك يا مريم جدا. خلينا بقى نروح دلوقتي ونشوف في اخر الاخبار الرياضيه في المواقع والصحف المختلفه، وتحديدا من جريده الجمهوريه، معانا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، ومعاها الضيف العزيز ايضا الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي. صباح الخير يا هنا عليكي وعلى ضيفك. صباح الخير عليكم يا نهواند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خلوني بس قبل ما ابدا جولتنا الصحفيه اقول لك الحمد لله على السلامه يا نهواند، ونورتي 10 الصبح في الاهلي مره ثانيه. تسلمي يا هنا، ربنا يخليكي، والله وحشتوني جدا، وانا بشكركم لان المراسلين كلهم كمان سالوا عني وزملائنا الاعزاء، بشكرك جدا يا هنا، شكرا ليك. خلونا دلوقتي نبدأ جولتنا الصحفية، هيكون طبعا معايا ضيفي العزيز أستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي وكاتب الصحفي. لكن في البداية خلوني أبدأ بعناوين أخبارنا اليوم. البداية من جريدة الجمهورية، كورونا يحاصر كوبا أمريكا. ومن جريدة الشرق الأوسط، الجولة الأولى لكوبا أمريكا، بداية قوية للبرازيل وانتصار ثأري لكولومبيا. وأخيرا من جريدة الشروق، ألمانيا في نهائي مبكر أمام فرنسا بطل العالم، والبرتغال تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام المجر في بودابست. طبعا هيكون معايا أستاذ حسام الغرباوي عشان يناقشنا في جميع المواضيع. في البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، ونبدأ بكورونا اللي بيحاصر كوبا أمريكا. طبعا بعد إصابة بعض أعضاء بعثة كولومبيا بالفيروس، ليتسع عدد الفرق والمنتخبات اللي مصابة لثلاث منتخبات. يعني عايز أعرف رأي حضرتك، خصوصا أن في كتير من الاتهامات لاتحاد الكرة بأمريكا الجنوبية عفوا، واختيار برازيل لاستضافة البطولة. طبعا هو شيء طبيعي ان ده يحدث، لان احنا في وباء عالمي
صعب جدا ان احنا نسيطر عليه. هو طبعا كل الاجراءات القويه الاحترازيه اللي العالم كله بيتخذها هو من اجل تقليل الاصابه به، ولكن هو طبعا بينتقل عن طريق الهواء واللمس وعن كل شيء. فعشان كده الاصابات دي حصلت لسه مؤخرا في كولومبيا، في 2 من البعثه بتاعتهم، وقبل كده كان في 8 لاعبين من فنزويلا و3 من بوليفيا. فطبعا ده وصل الموضوع الى الاتهامات اللي حصلت، ولكن طبعا هو اللي كل ما بنرجوه ان الجميع التزم بالاجراءات الاحترازيه، لان هي دي الفيصل ما بيننا وبين محاربه الفيروس اللعين دوت. وطبعا لان ممكن غلطه واحده بس بسيطه من لاعب او مدرب او جهاز فني او حتى المعدات اللي بيجي بيها كل اللي بتاتي بيها كل بعثه الى المكان البطوله ممكن ينقل الفيروس، وده شيء طبيعي. وان شاء الله ربنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يخلصنا منه على خير عشان تعود تاني الحياه الرياضيه، لان بصراحه وجود الفيروس بالشكل ده في العالم موقف كثير من البطولات، وحاطط تخوفات حتى في الاولمبياد القادمه في اليابان بنلاقي تخوف رهيب، لدرجه ان في بعض هناك ان هم طلبوا حتى بتاجيل البطوله. ولكن ان شاء الله الاجراءات الاحترازيه القويه هتواجهه بقوه ان شاء الله. ان شاء الله. استكمالا الحديث عن كوبا امريكا، طبعا الجوله الاولى شهدت مباريات كبيره جدا وبدايه قويه للبرازيل والفوز على فنزويلا 3-0، وايضا كولومبيا قدرت تفوز على الاكوادور 1-0. عايزين نعرف ايه راي حضرتك في المباريات. طبعا هي بدايه قويه جدا، ان جميع الفرق عايزه تثبت وجودها وكيانها وتحقق بطولات ما كانتش خدتها قبل كده. واحنا شفنا حتى في كولومبيا قدرت ان هي تفوز على الاكوادور في مفاجاه كبيره جدا، وتعتبر حصلت على الصقر من كولومبيا، لان قبل كده الاكوادور فازت عليها ب6 اهداف في التصفيات كاس العالم. ورغم ان كانت الاكوادور في الشوط الثاني مسيطره لحد ما، ولكن كولومبيا قدرت ان هي تخطف هدف المباراه وتاكد ان البطوله هيبقى ليها طعم وشكل تاني ان احنا بنتوقع قوه من جميع الفرق، وهي دي بصراحه سمه البطولات الاوروبيه اللي احنا بنتمتع بمشاهدتها يعني. اخيرا بقى نتطرق للحديث عن كاس الامم الاوروبيه، يعني النهارده في ختام الجوله الاولى من دور المجموعات هنشاهد مباراه قويه جدا يمكن اشبه بالنهائي بين المانيا اللي هتلعب على ارضها وفرنسا بطل العالم، وايضا طبعا بين البرتغال اللي عايزه تحافظ على اللقب امام المجر. عايزين نعرف ايه توقعات حضرتك للمباريات. طبعا هي دي من المباريات الكبيره جدا، تعتبر يعني نهائي مبكر جدا بين ابطال عالم وفرق قويه، يبقى جميع خطوطها قويه زي فرنسا كده بقياده ديديه ديشان اللي هو عايز يوصل يحقق البطوله الاوروبيه مع بطولتين كاس عالم قبل كده ليحقق، يبقى اول مدرب يحقق البطوله دي، وبيعتمد على بعض العناصر القويه جدا مثل هوجو في حراسه المرمى وهردانس اللي هو بقى مفاجاه في التهديف، وزادت قدراته جدا مع بقيه العناصر القويه جدا اللي بتعتمد على الهجوم اللي هو المستمر والخاطف مع التركيز الشامل. وطبعا ديشان لو قدر ان هو يفوز المباراه ديت على المانيا طبعا هتحقق له الهدف ان هو طبعا فاز على المانيا كأحد الفرق القوية جدا على أرضها. في نفس الوقت بنلاقي المدير الفني لوف لي الألماني بيحاول ان هو يدعم الثقة اللي هو حصل عليها رغم ان هو خروجه مبكرا من كأس العالم، والأدوار في بطولة أوروبا الأخيرة أمام إسبانيا بستة أهداف وكانت يعني تعتبر هزيمة تقيلة جدا، فبيحاول ان هو يعوض ده بشكل قوي ويؤكد ان هو مدرب قوي كما أبهر العالم في 2014 بالفريق الألماني، وده اللي احنا بنتمناه، وكل ده بيصب في مصلحة الكرة والمشاهد اللي هو بيحب الدوري الأوروبي اللي احنا بنتمنى طبعا ان احنا نبقى في نفس القوة، ونتمنى طبعا مباراة ومشاهدة ممتعة لجميع محبي الدوري الأوروبي يعني. عايز حضرتك تكلمنا ايضا عن مباراه البرتغال اللي زي ما قلت عايز يحافظ على اللقب امام المجر. ده شيء طبيعي، البرتغال طبعا هو المجر بيلعب على ارضه، ولكن طبعا حظوظه بالشكل العام هو مش مرشح بالفوز على البرتغال، لان طبعا البرتغال حامله اللقب ومستعده تماما، ولكن الكره هي كلها مفاجآت يعني. احنا طبعا المجر عايز يحقق حاجه جديده، في نفس الوقت البرتغال طبعا في الجهه المقابله عايز يحقق
بطولة تانية في دورتين متتاليتين، فطبعا ده هيبقى هيخلي بصراحة المجموعة الستة بشكل قوي جدا، وهو ده اللي احنا بصراحة بننتظره. وإن كانت بعض الناس متخوفة ان ممكن ما يبقاش فيه قوة بسبب كورونا، ولكن شكل جميع الفرق رفعت شعار لا بديل عن الفوز، فان شاء الله نتمنى مباريات قوية بإذن الله. بشكر حضرتك جدا استاذ حسام، يعني ده كان لقائي مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي استاذ حسام الغرباوي. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. بنشكرك اكيد هنا، وبنشكر ضيفك العزيز الاستاذ حسام الغرباوي على التغطيه الاكثر من رائعه. خلينا بقى نروح بس يا كريم قبل ما ننتقل للخبر اللي جاي، لان موضوع كوبا امريكا ده لو فاكر احنا خدناه الاسبوع الاخير اللي كان ليا، يعني انا فاكره اللي قبل اللي فات الاسبوع اللي قبل اللي فات تحديدا الخبر ده كان معانا يوم الاربعاء. كنا بنتكلم ان كوبا امريكا حصل فيها جدال عشان مش عارفين كان وقتها يعملوه فين، اين ستقام هذه البطوله. كان الاول الكلام الارجنتين، بعدين عشان ارتفاع نسبه هناك الكوفيد والحالات يعني المصابه بيها، فراحت بعد كده لكولومبيا، ولكن برضو مرسيش يعني عليها الخيار، تم سحب الملف من الملف البطوله من الدولتين دول، وبعد كده رسيت على البرازيل. وقلنا وقتها لو انت فاكر يعني ربنا يستر وما يكونش فيه اصابات والكلام الجميل ده كله، ولكن واضح من الخبر ان بالعكس في اصابات لسه لحد دلوقتي وبتنتشر في البعثات المختلفه، فربنا يستر، لان دي بطوله زي ما قلنا كبيره طبعا ومهم انها تقام، ولكن احنا لسه في ظروف استثنائيه في العالم كله، لسه الموضوع مش منفتح لهذه الدرجه من الامان خلينا نقول. والملفت للنظر ان البرازيل مش احسن حالا باي شكل من الاشكال من الارجنتين ولا كولومبيا فيما يتعلق بمساله الكورونا، منتشره برضه هناك انتشار كبير جدا، فربنا يسلم. وعلى رايك ابتدت تندع هي الاخبار كلها، لسه البطوله بتقول يا هادي، وابتدينا نتكلم عن اصابات بفيروس كورونا ومنتخبات مختلفه مش حتى منتخب واحد، فيعني ربنا يصلح الاحوال ونخلص بقى من الموضوع ده. يا ريت. طيب هنتكلم بقى مع حضراتكم عن سباق السيارات، ولكن المره دي سباق مختلف حبتين ثلاثه. احنا دايما بنشوف معاكم فيديوهات يعني عن سباقات تقليديه للسيارات، المره دي هنتكلم معاكم عن سباق للسيارات ولكن في الوحل، اللي هو يعني انا اسف اللفظ، اللي هو في الطين. في اكثر من 15,000 متفرج كلهم اتجمعوا عشان يتابعوا سوا النسخه رقم 35 من مهرجان بابود للسيارات في المجر. عباره عن ايه؟ عباره عن 2000 سياره بتشارك في تخطي العقبات المختلفه ولكن داخل الوحل، فطبعا ده ادى للمسابقه دي بصفه خاصه اكيد خصوصيه شديده جدا وخلاها يعني طريفه بالمقارنه ببقيه السباقات التقليديه للسيارات. مهم نقول لكم ان نسخه السنه دي تم تنظيمها بعد ايام قليله جدا من يعني رفع الحظر اللي كان مفروض على اي تجمعات بسبب طبعا فيروس كورونا. الناس ما صدقوا بقى، شالوا الحظر من هنا، راحوا عاطين جري على طول. بس والله لذيذه. علينا من ده بايه؟ يعني علينا من ده ايه؟ طالبه معانا سباق سيارات ما نشترك في سباق عادي تقليدي كلاسيكي، لكن ايه تغيير تغيير عجيب جدا عجيب. فاصل فكرك؟ فعلا فاصل. طيب بحيث كده بقى حضرات هنطلع فاصل ونرجع مع مره ثانيه مع حضراتكم عشان نبتدي بقى معاكم اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. اتفضل. صباح الفل والخير على حضراتكم مره ثانيه، واول فقره حواريه معانا النهارده في اول الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، وهنتكلم عن التغذيه لان ده ملف مهم جدا، واكيد ان احنا قناه رياضيه ونتكلم دايما عن الصحه وقد ايه بني ادم ممكن ان هو يمارس رياضه، فمهم جدا ان الصحه كمان تكون كويسه وتكون كده في يعني طرق معينه برضو الواحد بيتبعها ان هو من خلالها يقدر ان هو ينشط جسمه، ياكل اكل سليم، ياكل اكل مناعته كمان تزيد من خلاله. فخلينا نعرف كل ده، وبما ان انا ذكرت بقى مناعة تحديدا خليني اقول لحضراتكم برضو عايزين نستفيد من ضيفتنا ونسالها عن اللي بيخرج من كوفيد 19 والفتره اللي هي بتبقى يعني فيها حجر والكلام ده، في ناس بتزيد وفي ناس بتخس، ده راجع لايه؟ خلينا نرحب على كل حال بدكتور ايهام صفت اخصائيه التغذيه العلاجيه اللي منورانا النهارده. صباح الفل. صباح الفل واحمر واهلي او هو لازم لازم اشجع. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. ما تيجي نبتدي بالنقطه اللي ذكرتها نهاوند مبدئيا، وبعد كده ندخل بقى بقيه تفاصيل الدايت والنظام الغذائي السليم المطلوب لكل واحد فينا بغض النظر اذا كان رياضي او مش رياضي. اوكي. الكوفيد طبعا في ابحاث كتير قوي عن بيعمل ايه في الجسم او النزول في الوزن او زياده الوزن. الطبيعي ان انا وقت الكوفيد بكون باكل اكل صحي ومحافظه على نفسي اكتر من اي وقت تاني، يعني ما ينفعش اكل مقليات، ما ينفعش ان انا اكل حاجات بشراهه، ما ينفعش ان انا اكل حاجات فيها مواد حافظه تقلل مناعتي.
يبقى وقت الكوفيد الطبيعي ان انا باخد خضار وفاكهه عشان الفيتامينات بتاعتي بصوره كبيره، بشرب ميه بصوره كبيره كمان، لانه لقينا انه في سترينز او في انواع من الكوفيد ادت للتجلطات. فاول حاجه بنقولها اشربوا ميه كتير يا جماعه، مع الادويه كمان علشان تنضفوا الكلى على طول من الادويه، لانه في كميه ادويه كتير قوي بتتاخد. فننضف الكلى، ننضف الكبد، نحمي الدوره الدمويه من التجلطات. احاول على قد ما اقدر ان انا اكل خضار وفاكهه، الفيتامينات كلها، لو خدت فلفلايه حمراء بس في اليوم هيديني فيتامين سي اللي انا محتاجاه طول اليوم، بدل ما اخد ادويه برده على عماله على البطال ملهاش لازمه. الفوليك اسيد موجود تقريبا في كل الاكل اللي احنا بناكله، الزنك، اللحمه الحمراء، الاسماك، المحار، الكلام ده كله. يبقى اذا انا احنا وقت الكوفيد المفروض ان احنا نبقى بناكل اكل صحي، فالطبيعي ان ده يؤدي الى نقص او ثبات الوزن. انا اتخنت. هي تخنت بقى طبعا. ليه؟ لانه في ناس معتقده انه يعني هو زي اي مرض في الدنيا، لا اشربي شوربه وحطي عليها كونتينر شوربه دكتوره في الحاله دي. يا ريت شوربه بس، لسان عصفور وشوربه. بصي يا دكتور ياما انا هعترف، انا كنت باكل الاكل الصحي ده، بس ما يمنعش جنبه مثلا الكيكه زائد بقى. يعني ما كنتش بحس بطعم حاجه، بس اهو يعني هو في ناس بتخس كمان عشان حاسه الشم والتذوق راحت. ما هو برده جات لي ما حسيتش، ما انا حاله غريبه جدا. انا مش يعني فاهماني، انا شخصيا خسيت. انا مش فاهماني والله. انا خسيت لان انا عهدت نفسي ان انا طول فتره الحجر ابقى باكل اكل صحي، وكل البيت بياكل اكل طبعًا. صحي، ممنوع مقليات، كلها حاجات منزوعه الدسم. فطبعا كنا بناكل طبق الشوربه بس جواه متقطع خضار، الفراخ متشال الجلد بتاعها، حته لحمه حمراء مثلا كل يومين، ممكن اسماك بس يعني كنا بنخاف شويه عشان الحساسيه، خضار وفاكهه طول الوقت، وخضار طازه. اذا مفيش مقياس يعني نقدر نقول اللي احنا بنقوله انه طول ما انت بتاكل اكل صحي انت يا هتطلع وزنك هو يا هتطلع خاسس. تمام. بس خاسس لانك بتاكل اكل صحي، مش عشان انت منعت الحاجات الغلط. الزياده في الوزن هنبقى عارفين ان احنا طول فتره الكوفيد كنا بناكل اكل غلط، وكنا بناكل اكل دسم، فاهمين ان ده هيحمينا وهيحمي المناعه. طيب بعيدا بقى عن الكوفيد، في حياه الشخص العادي السليم المعافى في نوعين من البني ادمين، في نوع رياضي وفي نوع ملوش فيها. ده ايه الغذاء الصحي بالنسبه له، وده ايه الغذاء الصحي بالنسبه له؟ طبعا في فرق كبير قوي 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 بين الاكل الرياضي والاكل العادي. في فرق في السعرات، لما بنيجي نحسب السعرات للشخص العادي انا بحسب معدل الحركه بتاعه، ولو هو قاعد مثلا خالص بحسب 1.2 في السعرات اليوميه او البيزك بتاع السعرات اللي هو بياخدها، لحد 1.6 ده اللي هو الشخص اللي ممكن يكون بيلعب رياضه 3 4 مرات في الاسبوع. أوكي. عندي بقى واحد رياضي، لا ده انا عندي زي فاكتور بضربه في السعرات الحراريه بتاعه اليوم، في عدد ساعات التمرين، في بقيه اليوم بتاعه هو حركته عامله ازاي، وبحسب بعد كده السعرات دي في معامل بيبقى لكل رياضه على حده. يعني السباح، سباح السبرنت غير سباح الطويله، اللي بيلعب تنس غير اللي بيلعب سكواش، اللي بيلعب ساعه غير اللي بيلعب 3 ساعات، اللي بيلعب فتنس، يعني كل واحد طبعا وليه حسب الرياضه اللي هو بيلعبها. ببتدي بقى اقسم اليوم بتاعي، انا عندي السعرات العاديه، عندي سعرات قبل وبعد التمرين، عندي اثناء التمرين باخد له مشروب رياضي لازم ياخده اللي هو فيه الاملاح والمعادن والسكريات اللي مطلوب منه ان هو ياخدها اثناء التمرين عشان تمده بالطاقه كمان طول فتره التمرين. يبقى اذا انا عندي سعرات اعلى بكتير من الشخص العادي، وبيعتمد على نوع الرياضه اللي هو بيلعب. أوكي. جميل. طيب انا هروح مع اتفضل. لا اتفضل. لا يا فندم، الغير رياضي بس يعني الاجابه منقوصه. الغير رياضي بقى، الغير رياضي سعراته انا بحسبها على حسب معامل الحركه بتاعه، هو قاعد على مكتب بيتحرك حركه بسيطه، بيعمل رياضه بسيطه، ده الغير رياضي وسعراته اقل بكتير. بقسم بقى الوجبات بتاعته سواء حسب بقى يومه. واحد ما بيفطرش مثلا، لا طب تعالى بقى مثلا ناخد 3 وجبات في اليوم، ناخد وجبه بسيطه الصبح ونقسم الوجبتين التانيين، باخد 5 وجبات في اليوم للناس اللي بتحب النقنقه. هي السناكس مهمه في النص، يعني السناكس مهمه جدا لانه طبعا بتحسس بالشبع، بتحافظ على مستوى السكر ثابت في الدم طول الوقت، كمان على العشاء. في ناس كتير قوي تفضل طول اليوم ما بتاكلش حاجه خالص، وبعدين بالليل بقى لا ده انا عايزه شوكولاته وعايزه اكل اكل مش صحي، فده غلط جدا. ففعلا حتى انا بقول للناس دايما، حتى لو انت مش قادر تاكل الصبح، لا كل وجبه فطار صغيره فيها بروتين ونشويات، خد بعدها سناك صغير فاكهه مثلا، خد وجبه الغداء بتاعتك، هتلاقي نفسك بالليل
بتاكل وجبه العشاء ويعني وجبه صغيره وانت مبسوط ومفيش اي مشاكل. جميل. نروح بقى ل يعني ملف تاني وناس كتير جدا كانت باعته بتستفسر تحديدا عن النقطه اللي هسال حضرتك فيها. العمليات اللي بتتعمل علشان الناس تخس المختلفه بانواعها المختلفه في كتير جدا بيتخنوا بعدها، يعني هي معموله عشان يخسوا بيتخنوا بعدها. فعايزين يعرفوا او يفهموا لحضرتك يعملوا ايه وده اصلا بيحصل ليه، ده كده فشل في العمليه ولا في حاجه ثانيه؟ خلينا بقى قبل العمليه نيجي نتكلم كده شويه. انا عندي السمنه دي مرض ولازم الناس تبقى متفقه وعارفه انه السمنه مرض زيها زي اي مرض في الدنيا. ليه علاج؟ علاجه نمره واحد هو اللايف ستايل موديفيكيشن، يعني انا لازم اغير لازم اغير السلوك بتاعي، سواء سلوك نفسي سواء يعني عدم النوم مثلا. محدش عارف ان عدم النوم او لخبطه النوم او قلب الليل نهار والنهار ليل دي من الحاجات اللي ممكن تزود الوزن، دي مش واصله لناس كتير. الستريس والضغط النفسي والاعصاب المشدوده على طول من الحاجات اللي ممكن تزود الوزن. يبقى انا اول حاجه بعمل لايف ستايل موديفيكيشن. نمره 2 طبعا بعالج اي سبب من اسباب المؤدي للسمنه، ممكن تكون اسباب مرضيه زي مثلا ضعف الغده الدرقيه، زي مثلا ارتفاع الكورتيزول، زي مثلا ادويه ممكن تتاخد زي مضادات الاكتئاب. عدم قطع كلام حضرتك، هل العامل الوراثي برضو بيعتبر شيء؟ العامل الوراثي ده ما يتعالجش؟ لا، العامل الوراثي موجود بس بيساهم بنسبه قد ايه؟ 10%. ال10% دول ولا حاجة. لو أنا طالعة عارفة إن أنا عندي الجين ده وإن أنا وراثيا ممكن أدخن، أنا هحافظ على نفسي وألعب رياضة ومن الأول بقى أطلع الطفل، الأم تطلع الطفل ده خايفة عليه، بتلعبه الرياضة، بياكل أكل صحي، لأنه بيبقى عنده قابلية أكتر من الشخص العادي إن هو يدخن. صحيح. طيب عملت لايف ستايل موديفيكيشن، عالجت الأمراض، لعب رياضة، رياضة معقولة يعني اللي يقدر يتحملها، في علاج دوائي دلوقتي الحمد لله في مصر في دوايين مصرح باستخدامهم للسمنه، بعد كده ادخل في العمليات حقيقي. طب ماشي بعد الهوا. بص الفرحه اللي فرحتها يعني وشها نور. مره دكتور تغذيه يقول اوكي خدوا دواء يعني ماشي، ما هو برده طبعا تحت اشراف الطبيب يعني لازم نبقى فاهمين. ايوه انا فاهمه يعني مش هنقول روشتات على الهوا دلوقتي يعني الواحد يمشي في المرحلتين دول الاول بعديها يفكر في العمليه. انا ليه بقى انا جايه بقى عشان اجاوب السؤال بتاع التخن بعد العمليه. ايوه احنا خلصنا كل دول وخلاص قررنا ان احنا نعمل عمليه، مفيش فايده، هنعمل عمليه. اوكي. العمليه دي لازم الدكتور اللي بيعمل العمليه ياخد منك هيستوري او تحليل للاكل بتاعك وطريقه الاكل بتاعك قبل ما يحدد نوع العمليه. يعني ما ينفعش اروح للدكتور اقول له دكتور انا جايه لك وعايز اعمل سليف، عايز اعمل تكميم. طب افرضي ان انت اللايف ستايل بتاعك مش يعني ما ينفعش مع التكميم. انا باكل حلويات طول الوقت، طب مش هينفع مع التكميم. التكميم يعني بيصغر حجم المعده، يعني ايه؟ يعني انا باكل وجبات كبيره وتقيله مره واحده او باكل كذا وجبه كبيره مش بلقط، لانه انا حجم المعده هيصغر فانا هصغر كميه الاكل اللي انا باكلها. واحد تاني بيلقط، هل ينفع ان هو مع حجم المعده اللي هو الصغر ده هل ده هيبطل تلقيط؟ مش هيبطل تلقيط، لانه هو في الاخر هما بيملاش معدته، هو قاعد طول النهار بيملى بقه بس بياكل نقنقه. يبقى اذا ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هو اول سنتين بينزل جامد جدا في الوزن واسمها الهاني مون بتاع العمليه، نزل في الوزن كتير جدا وزي الفل. سنه ونص سنتين، هي دي بقى بعد السنتين دول بنبدا بقى ايه يرجع الناس للدكاتره بتاعه التغذيه. بدات تعمل ايه؟ هو مش قادر ياكل كميه البورشن بتاعه الاكل، مش قادر ياكل مثلا فراخ ولحمه كويس، مش قادر ياكل مثلا طبق على بعضه، مش قادر، لا ده انا اللحمه بتوجع لي بطني، لا ده انا ما بقدرش ابلع كتير، ما اقدرش اكل مثلا نشويات مع بروتين. طب اللي عنده بس يعمل ايه بقى؟ الشخص اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده بناء على ايه بقى؟ عنده سمنه وعايز يعمل لا ما بعد العمليه بقى كده؟ ده بعد العمليه. بتتكلمي على بعد العمليه. انا يعني بتكلم السنتين بقى اللي بعد العمليه. بدأ بقى بعد العملية دي هو مش قادر ياكل أكله كامل زي ما قلت، فبياخد الطاقة بتاعته من عصاير، بياخد الطاقة بتاعته من الشوكولاتات، بياخد الطاقة بتاعته من حاجات سهلة البلع وبتعدي، وفي نفس الوقت هي بترجع تاني الدهون بمنتهى السهولة، وبالتالي هو
مش هيرجع تاني وسهل جدا، واللي كان على مشارف السكر هيرجع تاني للسكر، واللي كان عنده كوليسترول هيرجع تاني للكوليسترول. على ذكر العمليات، ايه اللي بيفرق يعني مثلا الشخص ده محتاج يعمل تكميم، الشخص ده محتاج يعمل حاجه اسمها تحويل مسار حضرتك ادرى مني طبعا، او شفط او كذا، يعني بناء على ايه؟ طبقا لوزنه ولا طبقا لنمط حياته ولا الشفط دي عمليه تجميل، دي عملية تجميل، أنا بجمل حاجة من بره، بنحت من بره، فده ملهاش دعوة مش ملهاش، ده ملهاش علاقة بمسمى عمليات التخسيس. أوكي. طبعا عمليات التخسيس في كذا نوع، التكميم، التدبيس ده يعني خلص خلاص، تحويل المسار، في تحويل المسار منه أنواع كتير، بس على حسب اللايف ستايل، يعني هو بياكل مثلا سكريات كتير ومش قادر يبطل بيرمرم، ده المفروض يعمل تحويل مسار. في واحد تاني لا ده انا باكل كميه كبيره او وجبه كبيره، لا ده انا ممكن ابقى يعني بعمل عمليه تكميم. باذن من الاول اللي انا بقول عليه انه لازم يبقى فيه كلام واقعي، انا اسلوب حياتي ايه، اسلوب حياتي كذا كذا كذا، يبقى انت هينفع لك العمليه دي. اسلوب حياتي لا ده انا باكل ورمرم طول الوقت، يبقى انت هينفع لك العمليه دي. بعد كده لازم المتابعه، اوعوا تفتكروا انه حد عمل عمليه ان هو مش هيتابع، لا ده هو لازم يتابع مع الدكتور، لازم يبقى فيه دكتور مسؤول عنه. ليه؟ لانه هيفقد فيتامينات ومعادن، خصوصا عمليه تحويل المسار. هيبقى فيه مشاكل، مش هيبقى عنده طاقه او مجهود، هيفقد كتله عضليه كبيره جدا، وده كمان كتير بنشوفهم عملوا عمليات وبدا وشهم يبقى شاحب وبداوا يبقوا اكنهم معجزين او تعبانين. انا بشوفها جدا على ده لانهم فقدوا كتله عضليه كبيره جدا مع كتله الدهون، وده برضو بيقلل الحرق بتاعهم. فمتخيلة ان انا كمان يعني انا عملت عملية قللت الحرق بتاعي جدا بصورة كبيرة. في الاول بيخسوا، لكن انت عارف حاجة يا دكتور لاحظتها غريبة جدا بقى، يعني انا عندي صحابي كذا حد عامل منهم العمليات دي، الولاد وحشوا، البنات احلووا، فانا مش عارفة ايه اللي فكرة، بس فعلا يعني البنات احلووا جدا ومش باين عليهم المرض. كل الولاد اللي اعرفهم اصدقاء ليا عملوا العمليات دي وحشوا جدا، لان طبيعه الولاد ان هو يكون ماسكولر، فكون ان هو يفقد كتله عضليه ممكن، فده اكيد ممكن هيغير من شكله ممكن. لكن البنات اوريدي بيبقى الوش كبير شويه، بتبقى هي حاسه ان هي اكبر من سنها، فبتبتدي تصغر، بتبتدي اصلا تاخد بالها من نفسها اكتر وتلبس احسن وكده، فاكيد هتحلو. هو احنا ليه حظنا قليل معانا؟ حظنا قليل، غلابه غلابه، مش بتظبط معانا الحاجات دي. لا 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 مش مهم، مش لازم والله عمليات يا جماعه، والله في انا قلت 3 ستابس قبل ما نعمل العمليه. اصلا العمليات المسميات بتاعتها تخوف، تخوف فعلا. ماشي، تدبيس وتكميم وتحويل مسار. ايوه طبعا اكيد. هو بالمناسبه تحويل مسار من فين لفين؟ عشان انا برضو مش فاهم القصه. لا يعني هو بيخلي الـ تقريبا الاكل بينزل على طول على الامعاء ويخرج على طول، فهو طبعا هي الفكره كلها انه العمليه شديده طبعا، هي من العمليات الشديده جدا تحويل المسار. والله العظيم ما كنت اعرف، ودايما العنوان والاسم ده ملفت للنظر، يعني ما هو هو مسار الاكل الطبيعي. أوكي. هو البلعوم ثم المعده. أوكي. ثم الامعاء الدقيقه ثم الامعاء الغليظه، فده الطبيعي، ده المسار الطبيعي. فاحنا بقى هنعمل شورت كات بالظبط. اوكي تمام. وبيبتدي بقى يعني بيركب حتت على حتت بحيث انه يعني بنحول المسار ده خالص، بنغير المسار. قوي قوي صح. الناس بتقبل على الحاجات دي ازاي؟ والله انا احنا ربنا خلقنا على حاجه مفروض جسمنا يفضل عليها، واي لخبطه في الحاجه دي اكيد جسمنا هيخسر مش هيكسب. حتى لو السكر نزل والكوليسترول نزل وكل الكلام ده، بس برضو اكيد خسرنا حاجات تانية. طيب الوقت بيجري، انا وكريم هنسال حضرتك في النهايه عن لو تقول لنا مش ريجيم كويس، تقول لنا بعض الوصفات اللي ممكن من خلالها تدينا طاقه، سواء حاجه نشربها او ناكلها، وفي نفس الوقت ما تزودش الكالوريز فما تبقاش بتخن. مش هقول بتخسس، لو في بقى يا ريت، بس على الاقل ما تخنش وتدينا طاقه. يعني ممكن مثلا احنا دايما بنقول ناكل اكل متوازن، يعني لازم يكون في مجموعه النشويات، واخد اللي هي البليله او اخد الشوفان او الحبوب الكامله. طبعا البليله من الحاجات الغنيه جدا بالمعادن والفيتامينات وفيها الياف، بتشبع جدا، فوجبه البليله دي جميله جدا.
وجبة الفول مثلا لو أنا فطرت بيها الصبح أنا أكيد هبقى عارفة أن أنا هقعد فترة طويلة مش هبقى جعانة. بس مش فول بعيش بقى حتى وجبة الفول لوحدها بالشوكة كده أو بعيش بكمية قليلة هتشبع جدا. يعني طيب إحنا قاعدين في الشغل بقى وعايزين حاجة تدينا فول. إيه اللي بشوكة يا دكتورة؟ إيه اللي حضرتك بتقولي ده؟ لا يعني أنا ما بقولش فين الجرجير اللي مرمي على الترابيزة والبصل أبو خل. لا لا حضرتك أصلا تاكل رغيفين عيش وأنت بالظبط. لكن اللي انا بتكلم فيه انه احنا عايزين نظبط اكلنا وعايزين نحس بالشبع فترات طويله. طيب انا ممكن مثلا نضرب زبادي مع فاكهه ونحطه مثلا في الثلاجه شويه ويبقى وجبه مغذيه وفي نفس الوقت كمان تبقى حاجه ساقعه نشربها وتدينا طاقه. طبعا مكسرات، الفول السوداني، اللوز، دي بقى هي تبقى سناكس في النص. بالظبط ممكن ناخدها، دي هتساعد على التركيز وهتديني اوميجا وهتحافظ على الكوليسترول. فكل الكلام ده ممكن تكون حاجات صغيره قوي اخدها معايا في الشغل. فاكهه طبعا، ثمره فاكهه او ثمرتين فاكهه. والله بعمل كده بيقعد يتريق عليا. لا ليه؟ تدخل علينا بسلايسز جزر وخيار. طب ما هي جميله وتاكل اكل صحي وتعزب عليها بتحسسني ان انا سلحفه. ليه ما تاكل اكل صحي؟ ده احنا لسه بنتكلم على الفول وفوائد وحلاوه. ايوه خلاص فول وطعميه لحضرتك وهي هتاكل الجزر يعني نقدر نقول باختصار ان الاعتدال مطلوب في كل الاحوال. لازم، ولازم نبقى واكلين اكل متوازن ما اعتمدش على حاجه واحده او حاجتين زي مثلا انواع دايت كتير عارفينها دلوقتي، لان ده اكيد هياثر على الصحه العامه بعد فتره. طيب نورتيني يا دكتور بجد، وحضرتك اول ما دخلتي عجبك الفيو بتاعنا. يعني برضه احنا مش اي حاجه يا جماعه. بجد انا مستمتعه قوي وزعلانه ان انا هقوم دلوقتي. المنظر جميل. وتقولي ليه؟ ما احنا قاعدين مع بعضينا يا دكتوره دلوقتي، هيتضمن لنا ضيف عزيز وهنتكلم وناخد وندي في ماتش الاهلي والترجي. نورتينا وصباح الفل على حضرتك. ميرسي جدا. اهلا بيكي. بس هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. النادي الاهلي ستتوجه في الرابعه من عصر اليوم باذن الرحمن على متن طائره خاصه الى تونس استعدادا لملاقات الترجي التونسي في مباراه يوم السبت المقبل. دي المباراه اللي كلنا مستنيينها، ودي المباراه اللي اكيد هنحب ان احنا نتكلم مع حضراتكم في كل تفاصيلها اكيد بوجود الكابتن احمد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك ومنورنا. صباح النور ومبسوط طبعا اني موجود معاكم النهارده. نور الدنيا. صباح الخير يا كابتن ويا رب كده خير ان شاء الله. ومش هنتكلم طبعا في توقعات دلوقتي والكلام ده، بس باذن الله الاهلي يفوز حتى لو كانت المنافسه يعني مش بسيطه، لان احنا لازم نقول اكيد هي يعني او هيبقى لقاء اكيد صعب، بس اكيد ان شاء الله الاهلي عامل ده وبيتسو موسيماني مجهز لده وباذن الله يكون الفوز اكيد اهلاوي. لكن خليني اروح مع حضرتك كده وناخد وجهه نظرك تحديدا لحد دلوقتي. احنا يمكن وضعنا افضل من الفتره السابقه، يعني احنا كان عندنا غيابات ويعني اصابات، ولكن الحمد لله دلوقتي الفريق كامل. دكتور احمد ابو عبله كان معانا خبر ان طمنا على حال اللعيبه. فالمشهد حضرتك كده بتقراه ازاي قبل ماتش الترجي ان شاء الله يوم السبت؟ بدايه طبعا موضوع طبعا مباراه صعبه جدا او الوصول خلاص الدور قبل النهائي. انا شايف الاربع فرق اللي وصلوا يعتبر كل فرقه فيهم يعتبر ان هي بطل افريقيا. صحيح. وصول المربع الذهبي دي حاجه كبيره جدا، والنادي الاهلي معودنا على كده، مش بس المربع الذهبي، لا النادي الاهلي معودنا المباراه النهائيه والفوز بالبطوله. وان شاء الله نتمنى ان شاء الله تكون دي البطوله العاشره لينا اللي احنا مستنيينها، تبقى حاجه كويسه جدا انك تاخدي بطولتين ورا بعض. دي حاجه اولا طبعاً لجمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، لمجلس الاداره اللي داخلين على الانتخابات الفتره الجايه برده حاجه كبيره جدا، حاجات كبيره جدا. البطوله دي هتخلينا في حته ثانيه خالص. المباراه طبعا حضرتك قلت لي الدكتور طمنا، لكن انا شايف برده غياب محمد هاني. انا شايف محمد هاني ممكن ما يلحقش المباراه دي، حاجه برده بتبقى مشكله كبيره. محمد هاني من اللعيبه المميزه جدا وخلاص خد مكانه في حته الباك رايت دي. في اقاويل بتقول ان رامي ربيعه، ممكن رامي ربيعه يلعب في المكان ده. قفشه الحمد لله طمنا عليه. دي حاجه مهمه جدا. انا كنت يعني كنت كاتب حتى على الفيسبوك عندي من فتره ان اول ما عرفت ان اصابه قفشه الفترة اللي فاتت كنت قلقان جدا انه ما يلعبش. صحيح. لان قفشه فعلا من الاعمال الاساسيه دلوقتي وجوده مهم جدا، لان هو قفشه دلوقتي اللي بيعمل نقله في هجوم النادي الاهلي، هو اللي بيقدر يوصل للمهاجمين، هو اللي بيعرف يجيب اجوان. قفشه دلوقتي من احسن المواسم اللي عملها الموسم اللي فات والموسم ده، يعني هي دي الفتره بتاعته، يعني كان وهو وجوده مهم جدا في تشكيل الاساسي للنادي الاهلي. صحيح. بالنسبه لرامي انا شايف ان رامي ممكن وجوده مهم جدا في المباراه اللي هناك، لان المباراه طبعا هتبقى علينا عبء دفاع كبير جدا. هم عندهم الجزء الهجومي اذا كان بالذات اللي هو الطهوني الليبي لعيب مهاجم جيد جدا ناحيه الشمال اللي ممكن يلعب على احمد على رامي ربيعه. فوجود رامي في المباراه هناك مهم جدا ان اللعيب يكون بيدافع اكتر. محمد هاني بيدافع لكن ميوله الهجوميه اكتر، يعني ان شاء الله يكون
اصابته تخف المباراه اللي هنا وجوده يبقى هنا لان احنا في المباراه اللي هنا طبعا هنهاجم اكتر. ان شاء الله باذن الله مع رجوع قفشه مع رجوع مستوى بقى نفسي حسين الشحات يكون في المستوى اللي هو في ذاكره كل جماهير النادي الاهلي مستوى حسين الشحات. طاهر محمد طاهر برده كان عنده مشكله ما كانش موجود في المنتخب وما لعبش الماتشين وجوده مهم جدا طبعا. ايمن اشرف هيكون متواجد ده برده خبر كويس. ايمن اشرف ياسر ابراهيم بدر بنون دي حاجه علي معلول طبعا بدايه ان علي معلول رجع من المباراه اللي فاتت دي حاجه بتوصل تشكيله النادي الاهلي لقوه برده بيرجع لقوه النادي الاهلي الهجوميه والدفاعيه معلول من اللعيبه الجيده جدا والخبرات طبعا وبيلعب في الملاعب التونسيه واخد خبرات طبعا فيها في افريقيا لعيب مهم جدا جدا فشايف ان تشكيله النادي الاهلي بدات يعني تظهر الحمد لله بالظبط بس هو في كل الاحوال يعني اللقاءين ذهابا وايابا يعتبروا يعني نهائي مبكر الى حد ما يعني دايما الترجي وفرق شمال افريقيا كنا حتى لسه بنتكلم في القصه دي امبارح ان فرق شمال افريقيا بصفه خاصه لما بيكون ليهم لقاء مع الاهلي بتحسهم في احسن حالاتهم ودايما فايقين ايا كانت الملابسات والظروف اللي هم بيمروا بيها في الفتره دي يعني بيجوا عند الاهلي ويصحصحوا جامد اكيد. بص مش في افريقيا بس في مصر احنا لما كنا بنلعب في النادي الاهلي لما كنا بنلعب اي فرقه نسمع مثلا عندهم مشاكل يقول لك لا المشاكل دي بتخلص ونروح نلعب النادي الاهلي اللي يعني الله يرحمه كان ليه مقوله كابتن طارق سليم كان ليه مقوله بيقولها لنا على طول يقول لك اللي متخانق مع مراته بيصالحها واللي بيزعل مامته بيروح يصالحها كل المشاكل بتتحل قبل مباراه النادي الاهلي. الترجي احنا سمعنا الفتره اللي فاتت مشاكل ماديه لعيبه عندها مشاكل لعيبه وقف مستحقات الحاجات دي كلها قبل مباراه النادي الاهلي ثق تماما ان المواضيع كلها هتتحل. نادي الترجي نادي كبير في افريقيا طبعا اسم كبير اخر كمان 10 او 5 مواسم محقق البطوله مرتين متهيألي معاه مدير فني واخد خبرات زي موسيماني بالظبط واخد البطوله مرتين واسم كبير. مباراه صعبه جدا كنا احنا الفترات اللي فاتت خلال 10 سنين اللي فاتت كنا ليدنج على الترجي يعني كان اول ما نيجي نسمع اسم الترجي خلاص ده ملعب رادس ده احسن من استاد القاهره بالنسبه لنا. لكن المباراه النهائيه اللي هي كانت الموسم اللي قبل الماضي خسرتنا البطوله على ايد الترجي دي خلتنا بنبقى قلقانين شويه. فلاعيبه النادي الاهلي قادرين ان شاء الله لان ده بيصدر تاريخ حاجه حلوه قوي تاخد بطولتين ورا بعض في الجيل ده مع مجلس الاداره بصراحه الكابتن بقياده الكابتن خطيب والاستاذ العمري فاروق والبعثه كمان بالزبط. اضافه رائعه يعني بصراحه مهيئين كل حاجه للفريق وجود كابتن طياره خاصه بالظبط يعني بيريح كل حاجه للاعب قبل ما يوصل المباراه. اللفته الطيبه اللي عملتها لعيبه النادي الاهلي رائعه في البطوله رائعة. السوبر وزي يدوا ميداليه للكابتن خطيب حاجه كلها حب حاجه بصراحه يعني مش هم بس لعيبه النادي الاهلي عايزين يعملوا كده لا جميل كلها النادي الاهلي نفسها لو معاها ميداليه تلبسها للكابتن الخطيب. الخطيب اسم كبير جدا وحاجه طبعا. الواحد بيفتخر بيها ان هو رئيس للنادي الاهلي صحيح مش كابتن الخطيب بس لا مجلس الاداره كمان حاجه أكيد. واحد فيهم بصراحه عاملين مجهود كبير جدا في كل في الاختصاص بتاعتهم فاتمنى ان شاء الله ان احنا او اللعيبه تقدر تقدم لهم الهديه دي البطوله دي تعتبر هديه قبل الانتخابات طبعا. ان شاء الله طبعا. واتمنى التوفيق يا رب ان شاء الله ده اللي كمان الجماهير اكيد بتامله وان شاء الله عندنا ثقه ان ده يحقق. وهروح مع حضرتك برده لنقطه ما اختلفتش او ما بعدناش عن الكلام اللي حضرتك بتقوله فكره هنا برده قرايتنا للمشهد. احنا بنتكلم ان الترجي اكيد برده لو احنا بنتكلم ان المباراه او اللقاء صعب اكيد هم كمان شايفين ان اللقاء بالنسبه لهم صعب جدا. بتتكلم برده ان انت بتواجه البطل دلوقتي طبعا. يعني فالاهلي مش صغير الاهلي يعني معروف في افريقيا ومعروف على مستوى العالم. احنا بنتكلم ان هو يعني مركزه فين وواصل لغايه فين ولعبته عامله ازاي وجهاز الفني بتاعه فين. فهم برضو اكيد عندهم هذا التخوف. احنا مش بنقول مجامله احنا بنقول واقع وتاريخ وبنقول ارقام. فمن وجهه نظر حضرتك برضو القلق اللي احنا بنشوفه على او هنشوفه على الساحه وقتها ممكن يحسب لمين لو عمل ايه دي بقى النقطه. زي ما احنا بنتكلم هنا قوه الترجي تكتيك يعني يعني احنا زي ما بنتكلم هنا على نادي الترجي وقوه النادي الترجي هما برضو هناك بالظبط كده. النادي الاهلي بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا وهيلاعب عارف هيلاعب مين وعارف هيلاعب منافس اولا متفوق عليه في ماتشات كتيره جدا فهو برضو عنده نفس القلق اللي احنا اقل من القلق اللي عندنا. احنا عندنا برضو ثقه في لعيبتنا احنا بطل
احنا ثالث عالم، احنا بطل السوبر، احنا حاجات كتيره جدا. حاجات كتيره بالظبط، احنا حاجات كتيره جدا. عندنا ثقه ان احنا رايحين نلعب مباراه، بس القلق اللي برضو عندنا ده طبيعي في كره القدم، او طبيعي انك انت راح تلعب مباراه قبل النهائي وعينك على انك توصل للنهائي وتاخد البطوله. عندنا القلق ده لان احنا فعلا لعيبه النادي الاهلي مش معودانا على الفشل، مش معودانا على الهزيمه. هي دي المشكله، انك انت متعوده على البطولات، متعود على النهائيات، فكل ما تقرب للنهائي بيبقى صعبان عليك المجهود اللي انت عملته ده. طبعا ازاي ما توصلش، ازاي ما تاخدش البطوله، حاجه قريبه منك خلاص يعني. فانا شايف الاستعدادات كانت كويسه جدا الفتره اللي فاتت، الحمد لله. الفتره كنا محتاجين فتره راحه زي اللي فاتت دي، فعلا مفيده جدا. لعيبه كتير ارتاحت، لعيبه كتير عندها مشكله الاجهاد، زي حسين الشحات، زي طاهر محمد طاهر، زي محمد شريف، لعيبه كتير جدا مباراه على الاخرى بطوله خلاص من البطوله من ساعه كاس العالم. اللعيبه تعبت. هو الوحيد اللي ما استفادش من الراحه السلبيه دي كان محمد مجدي قفشه. طبعا كان بيسابق الزمن عشان يبقى مستعد. بس هو برده بالنسبه له يعتبر برده كان بيحاول، بس مش زي ما بيلعب مباريات على طول، مش زي بيتحط ضغط على الاقل، الضغط النفسي، الضغط النفسي في المباراه على الاقل نزل معاه شويه. اكيد كان عنده ممكن ضغط ان هو عايز يرجع بسرعه، عايز يخش المباراه، فهي دي اللي كانت ممكن تكون قلقاه شويه. عموما هنستاذن حضرتك بس ان احنا نتوقف عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. انا بوجه رساله للاعبي الاهلي للهدوء والثبات والثقة بالنفس والحفاظ على المستوى عشان نضمن نوصل للنهائي. إن شاء الله إن عايز إن هم ربنا يوفقهم إن شاء الله. بس هم عايزين يلعبوا لعب كويس على أساس إن إحنا عايزين نتعادل حتى هناك على الأقل نيجي هنا نغلب، وإحنا عايزين البطولة إن شاء الله العشرة. أتمنى لهم الفوز طبعًا إن شاء الله، وربنا يسعدهم ويكرمهم وتكون سنة سعيدة عليهم بإذن الله، ويكملوا بقية فرحتنا. أحب أقول لهم ربنا يوفقهم يعني ويرجعوا بالسلامة، وإن شاء الله هيعملوا حاجة كويسة يعني. شدوا حيلهم وإن شاء الله يرجعوا منصورين إن شاء الله. إن هم يشدوا حيلهم وإن شاء الله أفشى يجيب جول. أقول ربنا يوفقهم يا رب ويكسبوا في الماتش الجاي مع الترجي ويشرفونا كده، وبحب الأهلي قوي. قادرين اللي إحنا نعملها تاني ونجيبها من جديد ويبقى معانا مرتين على التوالي إن شاء الله. وناخد العشرة. هم رجاله في الملعب على طول، ولازم انا كده كده يكسبوا. الاهلي متوقعين من الاهلي ان هو بيكسب في اي ماتش، امر الله هيكسب ان شاء الله. يشد حلوم وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم. اللعيبه شد حيلكم يا رجاله، انتوا رجاله وقدها، وان شاء الله يعني الفوز للاهلي ان شاء الله ربنا يوفقهم، هم قد المسؤوليه ورجاله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب ان شاء الله الماتش اللي جاي، واثقين في لعيبتنا الرجاله، وان شاء الله الورقه الرابحه للمستر موسيماني الكابتن وليد سليمان. طيب خليني اروح من كلام الناس اللي احنا شفناه دلوقتي والرسائل اللي وجهوها يعني وتوقعاتهم وغيره. هل فعلا زي ما احد الاشخاص كان بيتحدث من الجمهور ان التوقف ده ربما ينعكس يعني بشكل يعني سلبي علينا، ولا الموضوع ملوش علاقه؟ بص، هو ريسك. انا ريسك. شايف بالنسبه لي ريسك موضوع فتره طويله جدا، حوالي مثلا بتاع 20 يوم هم بدون مباراه رسميه. هو ما اعرفش حسابات مستر موسيماني ايه في النقطه دي بالذات، لكن اي مدير فني على الاقل يفكر. احنا لعبنا من 10 ايام مباراه وديه، على الاقل كان مباراه وديه كمان قبل مباراه الترجي. بس هو جايز خايف من الاصابات، قلقان من الاجهاد. هو راسم سيستم معين او في شغله، كل واحد عنده سيستم في شغله. اصل الاجهاد كان متحقق وبقوه يعني قبل الكام يوم اللي حضرتك بتتكلم عليهم، كان فيهم توقف. اللعيبه كانت احنا فرهدنا من المتابعه، ما بالك وهم بيلعبوا. بس في وقت بقى ان خلاص انت بعد الاجهاد ده محتاج ان انت المكنه تشتغل. التمرين مختلف عن الماتشات على فكره. اكيد تشتغل تمرين، لكن محتاج ماتشات. انت لعبت مباراه وديه مع مصر التامين، شارع التامين، ومعظم الناس اللي لعبت الناس اللي هم الناشئين، وكان بيدي وليد سليمان شويه ومحمود متولي، بس برضه حظه المجموعه اللي بعيده شويه وكهربا عشان يخشوا في الماتشات. ما ادتش اللعيبه اللي هي رجلها في الملعب. كنا محتاجين على الاقل قبل السفر مباراه كده. بس هو اكيد مستر موسيماني قلقان من الاصابات، قلقان حد يتعور، واحنا محتاجين كل لعيب يعني طبعا. كل لعيب دلوقتي الفترة دي. اكيد
وكل واحد عينه على التشكيل الأساسية، خايف كل واحد وجوده مهم جدا في الفرقة دلوقتي، فهو أكيد هو حسابها كده، بلاش نعمل مباراة حد يتعور، لأن المباراة اللي فاتت حصل إصابة محمود متولي دي قلقته شوية، خاف لكون لعيب مثلا مهم يحصل له أي إصابة، فقال فإن شاء الله هو ريسك، ولكن أتمنى إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي قد المسؤولية، وشايف إن هم الموضوع ده مش هيفرق معهم قوي باذن الله. هل في نقطه معينه حضرتك قلقان منها فيما يتعلق بفريق الترجي التونسي؟ يعني في حاجه معينه انت حاطط ايدك على قلبك منها وقلقان وعامل لها حساب؟ اولا الملعب والجمهور، لو في جمهور، انا لحد دلوقتي مش عارف في جمهور. المفروض 5000 هيدخلوا تقريبا. الموضوع برضه مش متاكدين من مدى دقه ملعب رادس من الملاعب اللي ليها طقوس خاصه، انا كنت موجود فيها السنه اللي فاتت، كنت مع نادي الهلال السوداني وبنلعب النجم الساحلي، والنجم الساحلي كان بيلعب على ملعب رادس. ملعب رادس الملاعب الواسعه، مساحه الملعب كبيره جدا، محتاجه مجهود زي نقول مش نقول مضاعف، مجهود كبير من لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بيلعبوا في الملاعب دي كتير، استاد القاهره بنفس الشكل، ملعب السلام اللي هو ملعب النادي الاهلي برده بنفس الشكل. التكتيك هيبقى مختلف من المباراه اللي هناك عن المباراه اللي هنا. انت رايح هناك ومهم جدا 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 النادي الاهلي يركز ان هو يجيب هدف هناك. يعني هناك في هجوم زي ما هنقول ان احنا هنركز على الهجوم من الدقيقه الاولى. لا هجوم بحذر، الموضوع مختلف انك كنت تلعب على ملعبنا، هما ليهم فعل في الاول على ملعبه وجمهوره، فاكيد في بدايه المباراه اكيد في نحاول نمتص الحماس بتاعهم. بس على ذكر الجمهور ونزوما، لا اكدوا لنا دلوقتي ان لا مش هيكون في جمهور، وان في خطاب اتبعت من النادي الاهلي في هذا الاطار نتج عنه ان المفروض ان مش هيكون في جمهور، ولا في مساحه لوجود مفاجات مثلا. نتمنى طبعا، لان الجمهور طبعا بيدي حماس للاعيبه قويه جدا. نتمنى ان شاء الله زي ما بقول لك هيبقى في فعل اللي هو فعل بتاعهم من اول مباراه، في حماس، في عايزين يحسنوا المباراه في ملعبهم، عايزين يجيبوا على الاقل هدف او اتنين. احنا هنشتغل على رد الفعل، هنشتغل على الهجمات المرتده، وده مهم جدا. الاستحواذ على الكوره بالنسبه لنا كل اوقات المباراه، كل ما الكره بتبقى في رجلك كتير كل ما بتقلل الهجوم عليك. اكيد الهجمات المرتده التركيز فيها مهم جدا. بس في المقابل بقى الميس باس بتبقى من اخطر. ما هو ده اللي بتكلم، ان الكره في رجليك، الكره في رجليك مفيش ميس باس. مهم قوي ان انت الكره تفضل مداء، هو ده عشان كده دور قفشه كان مهم جدا. بتكلم على دور قفشه، دور عمر السوليه، دور اجايه مثلا لو موجود، اللعيبه لعيبه الكوره، الشحات لو فايق. انا بتكلم على لعيبه الكوره اللي بتعرف تمسك الكوره. ديانج مثلا برضو من الناس اللي مهم تكون تمسك الكوره ما بتفقدهاش بسهوله. هو ده دور مهم جدا في الملاعب اللي بره ملعبك، المباراه اللي بره ملعبك مهم جدا. انت لو جبت هدف، الاعتماد على محمد شريف في الهجمات المرتده وسرعاته وتحركاته خلف المدافعين، انا شايف ان اقل الخطوط عندهم الخط الدفاعي، لو استغلناه البطء عندهم بطء شويه مع صوره محمد شريف، مع تحركاته، مع البينيات بتاعت قفشه، مع ديانج وقدرته الملحوظه على قطع الكور. هو ديانج دوره خلف المهاجمين، بيعرف ازاي يغطي اذا كان الباك اليمين، اذا كان معلول طالع ناحيه اليمين، اذا كان رامي طلع، هو بيعرف يغطي حته لا توصل الملعب دي، بيسيب السوليه جزء كبير هجومي شويه يكمل مع المهاجمين. ديانج دورهم هجومي بيبقى قليل شويه. اتمنى ان لعيبه الكوره اللي في النادي الاهلي كلهم يكونوا موجودين في المباراه دي، ان هم بيعرفوا يلعبوا، بيعرفوا الكوره تحت رجليهم ما يفقدهاش بسهوله. يعني طيب كابتن احمد، لو هروح مع حضرتك شويه لسنوات سابقه 2018 تحديدا، واخر مواجهه كانت بين الاهلي والترجي، المباراه النهائيه و2021 والمواجهه الحاليه، يعني معلش حضرتك قارن لي كده بين الظروف وقتها والظروف حاليا، ايه اللي لمصلحتنا، ايه اللي حاليا مثلا افضل لينا كتشانس ان احنا كمان نفوز بهذا اللقاء، خليني اعرف من حضرتك عشان برضو نقارن ده بده. لا، مستوى فريق الترجي خلال الفتره بتاع 2018 كان وصل لفورم عاليه قوي، كان هو والنادي الاهلي كان مزعمين الكره في افريقيا، كان فوز. انا شايف ان الفتره دي بالذات من الموسم اللي فات مستوى الترجي مش هو مستوى الترجي 2018، بس اللي انا شايف لما اتفرج عليهم في بطوله افريقيا السنه دي، لا عندهم تكتيك وعندهم خبرات وعندهم توليفه بتعرف، يعني بتعرف تشكل خطر على المنافس، تدير المباراه كويس جدا، معاهم مدير فني خبره كبيره جدا، لعيبه مستوى عالي جدا. المباراه صعبه واحنا، بس احنا برضو زي ما بنتكلم عليهم احنا عندنا برضو اللعيبه بتاعتنا بنفس الشكل وبنفس المستوى، بس احنا لما بنيجي نتكلم
فبنقعد نتكلم احنا عارفين فرقتنا، الناس كلها عارفه فرقتنا، فبنقعد نتكلم على المنافس تماما. لكن احنا برضو لو اتكلمنا على فرقتنا لا، احنا برضو عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا. معلول ديانج دلوقتي من احسن، انا اشوفه من احسن لاعب نص الملعب في افريقيا، ومكانه الفتره الجايه ان شاء الله لو النادي الاهلي بس ومجلس اداره وافق على احترافه، ديانج ده هيبقى في حته تانية خالص في اوروبا. من اللعيبه من انا شايف من احسن الصفقات اللي اتعملت في مصر خلال 10 سنين اللي فاتت، لاعب مميز جدا جدا. بواليا فين بقى في الكلام اللي بيتقال ده؟ بواليا ولتر بواليا اخباره ايه في الكلام اللي بيتقال ده؟ بواليا تحت الضغط العصبي اللي احنا فيه ده دلوقتي محدش مستحمل. بواليا لعيب جيد جدا بس ما تعودش انه يشتغل تحت ضغط. النقله اللي حصلت له من الجونه للنادي الاهلي فيها خضه شويه، تلعب في الجونه. ايوه بس مش الخضه بتاخد وقتها وبتهدى يعني هعيش حياتي كلها مخضوض يعني كده مش لا، هي 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 شويه بس محتاج ياخد ثقه. هو فعلا لعيب هايل، لعيب كويس جدا هايل يعني. والا ما كانش النادي الاهلي اقدم على ان هو يعني أكيد يجيبه. اكيد اكيد، بس برضو انت مستوى محمد شريف الفترات اللي فاتت رائع، مخليه رائع. اي مدير فني بيحط ارقام يعني، انا عندي رقم شريف رقم واحد محمد شريف، عندي مروان مثلا محسن رقم اثنين، عندي صلاح محسن مثلا رقم ثلاثه، عندي اربعه بواليا. فلما اجي احط الاختيارات هو دلوقتي بقى اشتراكه، هو دلوقتي اشتراكه بقى بعيد شويه. عشان كده بيقول لك ايه، طب نطلعه اعاره الفتره الجايه. طب ما هنشوف الفترات الجايه وتقييم مستر موسيماني للعيبه للموسم الجديد هيخلي بواليا فين، هو عنده ثقه فيه هيخليه يبقى هو هيديله اشتراكات ان هو يقدر اشتراكه يبقى اكتر في مباراه الفترات الجايه. اتمنى التوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي. احنا عندنا مشكله في الاجنحه، مش في حته المهاجم ومستوى محمد شريف مطمنا، بس احنا عندنا مشكلة شوية في إذا كان مستوى حسين الشحات أو إذا كان طاهر محمد طاهر، هما ساعات فترات لما بيكونوا فايقين بالظبط زي الفل. هو ده يعني والحمد لله الفترة اللي فاتت صلاح محسن من الناس اللي هو طمنونا شوية صراحة، فعلا دي حقيقة. لعيب جيد جدا وبينجز صراحة. أنا مرنته الموسم اللي فات في سموحة في سموحة وهو كان جاي لنا إعارة هو ونصر مالك، كنت أقول له يا صلاح، لما بشوفه طبعا في التأمين ومع الفرقة أقول له صلاح ما ينفعش وجودك في اي فرقه في النادي الاهلي، انت لعيب جيد جدا، لعيب ما ينفعش، انت مقصر في حق نفسك، انت لازم تكون موجود وموجود اساسي في الفرقه. صحيح. وقد كان الحمد لله الاعاره فادته كتير جدا ورجعته وخليته دلوقتي من الناس اللي اذا كان بديل جيد جدا بينزل وبيغير من اداء النادي الاهلي وبيجيب اجوان، وده اللي احنا منتظرينه منه. دور البديل جاي مهم جدا على فكره، مش لسه جاي الدور الثالث كمان مع المنتخب الاولمبي. بالمناسبه هل يفضل في الحاله دي ان احنا نشوف مثلا محمد شريف مع صلاح محسن من الاول، ولا محمد شريف مثلا في الاول وبعد مثلا وصلاح محسن ينزل الشوط الثاني زي ما حصل برده بنفس السيناريو ده قبل كده؟ هو دور الجناح ليه دور هجومي ودور دفاعي. حسين الشحات ورا محمد طاهر بيعرفوا يشتغلوا، بالذات مع ازاي بتلعب على فريق الترجي، ازاي تعرف تشتغل مع المدافع الايمن والمدافع الايسر، تشتغل معهم رايح جاي. صلاح مش من اللعيبه اللي هي عنده الدور الدفاعي قوي جدا، فممكن يستغله في الجزء ال 30 دقيقه اللي في الاخر، لكن الجزء الاول لازم عندك التزام دفاعي مهم جدا بالاطراف. مهم جدا حسين الشحات يكون، انت عارف طبعا محمد طاهر مين معاهم، عندهم النقاز من اللعيبه المميزين جدا، السرعات سريع جدا، لازم طاهر محمد طاهر يشتغل معاه كويس جدا، لازم علي معلول برضه في الحته الجنب ده يقفل الجنب ده كويس قوي، جنب الشمال اذا جنب اليمين اذا كان رامي ربيعه يشتغل مع حسين الشحات برضه جنب بيقفل الجنب الشمال اللي هو قوي جدا عندهم. كل ترتيبات مستر موسيماني في المباراه هناك اول حاجه بيقفل الحاجات المميزه عندهم وبتشتغل على الهجمات المرتده. يا مسهل يا رب ان شاء الله باذن الله تبقى يعني مباراه قويه، وزي ما الناس كانت بتتمنى كمان اداء رائع، كوره حلوه وفوز لينا باذن الله يعني. ومش هنقول بقى بسكور ماشي، هنوافق 1-0 نورتنا يا كابتن. مش وحش لما يقول لنا بقى، نورتنا يا كابتن احمد. انا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده، وان شاء الله كده يكون وش حلو للنادي الاهلي يا رب كلنا يا رب ونادينا ان شاء الله باذن الله. الحمد لله على السلامه يا فندم، انا سعيده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كريم، بنشكركم على حسن المتابعه يا حضرات، ونشوفكم ان شاء الله على خير وحلقه جديده وعرش الصبح في الاهلي. صباح العافيه.